بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وبسمه امل جديده. بسمه امل النهارده، هل انت شخصيه طبيعتك راضي عن الاحوال القدر في حياتك؟ هل انت بتتعامل مع قدر ربنا في حياتك بحاله من الرضا؟ طبيعه شخصيتك بترضى بسهوله؟ بتتعامل ان الدنيا ساعات بتفتح وساعات بتقفل، وفي الاخر انا ماشي مع القدر بطبيعتي، بهدوء، بسكينه، بطمانينه. القصه ان كان في، وهي قصه رمزيه بسيطه، ان كان في راجل هو ومراته عندهم مخلفين بنتين، وهم ناس بسطاء وكبروا في السن، والبنتين اتجوزوا. بنت اتجوزت واحد مزارع، وبنت اتجوزت واحد صنايعي، صانع فخار. يعني واحدة اتجوزت واحد بيزرع أرض، وواحدة التانية اتجوزت واحد صانع فخار. والبنتين هما الاتنين راحوا في بلد بعيدة عن الأب والأم، بس البنتين ساكنين جنب بعض. وبعد سنة من جوازهم قرر الأب إنه هو يروح يطمن على بناته. فراح الأب وزار البنات في بيوتهم، فزار البنت الأولى واستقبلته والترحاب، وبعدين سألها أنتوا عايشين إزاي؟ أحوالكم المعيشية إزاي؟ قالت له بص يا بابا، إحنا كل الفلوس اللي نمتلكها اشترينا بيها مزرعة نزرعها، وجبنا البذور وحطينا كل ما نملك واستلفنا كمان، ومستنيين الزراعة في الأرض دي قايمة على مية المطر. لو الدنيا مطرت نحمد ربنا ونبقى في خير والأرض تشتغل ونبيع، لو الدنيا ما مطرتش إحنا في مصيبة. يعني اطمن عليها ودعالها إن الدنيا تمطر. خد بعضه وراح على بنته التانية، قالت له يا بابا إحنا اشترينا بكل ما نملك حتة صغيرة نعملها مصنع فخار، ومصنع الفخار عايز الشمس تبقى موجودة عشان تجففه. لو الدنيا ما مطرتش احنا في خير وسعادة علشان الفخار يتجفف، لكن لو الدنيا مطرت بعد ما حطينا كل فلوسنا احنا في مصيبة ونفقد كل حاجة. الراجل ما بقاش عارف يدعي ان الدنيا تمطر عشان بنته الاولانية، ولا يدعي ان الدنيا ما تمطرش علشان بنته التانية. رجع لمراته قالت له لقيت البنات أحوالهم عاملة إزاي؟ فرد عليها ببساطة وقال لها لو الدنيا مطرت احمدي ربنا، ولو الدنيا ما مطرتش احمدي ربنا. وصلت الفكرة؟ الفكرة إن الدنيا بتتغير علينا، وساعات بتضيق وساعات بتوسع، وساعات بتمطر وساعات ما بتمطرش. لو عرفت في الاتنين تحمد ربنا، لأن ملك ربنا الخير عمال يتقسم على البشر، وده لازم تحصل حاجة عشان التاني ياخد، التاني يحصل عكس الحاجة عشان هو ياخد. انت راضي بقى؟ انت في حالة رضا وماشي بتنتج وبتشتغل وبتزرع وبتجتهد، وفي الآخر رامي نفسك لقدر ربنا وكله خير في الآخر؟ جرب الفكرة دي، الحياة بالطريقة دي حياة مريحة تجيب بسمة أمل. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله. بسمة أمل.